عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بفيديو جديد. هذا الفيديو أنا راح أعمل يعني فيديو تعريفي، وزي ما شايفين ابن عمتي محمد عمل فيديو عن حاله، وأنا هلا عم أعمل فيديو عن حالي. أنا اسمي عبد اللطيف عربيات، وعمري 12 سنة، وبحب أنا أعمل فيديوهات هوايتي عشان بحب إنه أشارككم لقطاتي يعني المضحكة والبتسلي، وأتمنى إنها تكون الفيديوهات كلها عجبتكم. ولو سمحت بكون كتير ممنون لكم إذا بتعملوا لايك لكل فيديو وتعملوا مشاركة للقناة، وأتمنى إنكم كتير حابين القناة لحد الآن. ولو سمحت إنه بكون كمان ممنون لكم إذا بكل فيديو تكتبوا إيش رأيكم فيه وتساعدوني، عشان أنا بادي جديد وأنا ما قدرت أعمل أي فيديوهات لمدة طويلة عشان ضغط المدرسة والامتحانات، بس أنا هلأ بعطلة وإن شاء الله بقدر أعمل فيديوهات أكتر وأكتر. ومع السلامة.